هذا أشهر جامع في الأندلس، كان يعد ثاني أكبر جامع في العالم بعد المسجد الحرام، واليوم تحول إلى كنيسة. نشوف الجامع من الداخل. ما أدري كيف أصف لكم مشاعري، خنقتني العبرة، دمعت عيناي. هذا جامع قرطبة، فخر جوامع الأندلس. كانت تقام فيه الصلاة 500 عام، واليوم تمنع حتى من السجود فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين المصلين؟ لم يكن مجرد جامع أو مسجد، كان منارة من منارات العلم في العالم الإسلامي. كان يضم 27 مدرسة، يرتاد يوميا أكثر من 4000 عالم وطالب علم، واليوم كنيسة. الله الله، لو يعود بنا الزمان ونرى المصلين مصطفين خلف الإمام وطلاب العلم حول هذه الأعمدة. في جامع قرطبة أكثر من 1000 عمود رخامي جلبوها من شتى أقطار الأرض، والعرب هم أسياد المقرنصات. قرنصات هذه الأقواس فكرتها توزيع وزن السقف والقباب الضخمة على الأعمدة الرخامية، فن وعمارة أجبرت العالم على احترامها. لم يتوقف الإبداع في جامع قرطبة على هندسة البناء، بل أبدعوا أيضا في هندسة الإضاءة. في النهار عالجوا الإضاءة عن طريق هذه النوافذ الكبيرة، وفي الليل عالجوها عن طريق هذه القناديل، عددها أكثر من 4700 قنديل، وبحسابات رياضية معقدة عالج الصوت أيضا. كان الإمام يقرأ في الصف الأول ويسمعه من هو في الصف الأخير. مساحة المسجد ضخمة. جامع قرطبة سجل لإبداع الأمة. أجمل ما ستراه في جامع قرطبة هو هذا المحراب الرائع، تفاصيل البناء مدهشة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. بعد سقوط قرطبة حول الجامع إلى كنيسة. هذه الكنيسة مبنية في قلب الجامع، حيث المساجد قد صارت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. في البداية كان جامع صغير، إلى أن دخل الأندلس صقر قريش عبد الرحمن الداخل، فأمر ببنائه بشكله الحالي. تعاقبت عليه التحسينات والترميمات حتى عهد الحاجب المنصور.